في النجف تعالت شكاوى المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مستغربين مما وصفوه برسوب الكهرباء في الامتحان التمهيدي قبل الصيف، وذلك خلال فصل الربيع واعتدال الأجواء وعدم وجود أحمال على محولات الطاقة. الكهرباء تفشل في الامتحان التمهيدي لفصل الصيف، حيث شهدت النجف في الأيام الأخيرة انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي في عموم المحافظة، والسبب غير معروف حتى هذه اللحظة، لكون المسؤولين عن هذا الملف يرفضون الحديث عن الموضوع وتوضيحه للمواطنين. تشهد الكهرباء محافظة النجف خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وحتى بداية الشهر تراجع وانطفاء، خصوصا بأوقات السحور والفطور. يعني المسؤولين والمعنيين عن هذا الملف ما جاي يكاشفون الناس ويكاشفون الشارع عن أسباب هذا الانقطاع. يعني احنا بسنة 2024 والكهرباء دا تنقطع عندنا، اسمعنا بأن يصدرون والتصدير ماكو، هسه احنا أقلها وفرونا الكهرباء وعوف التصدير. نتمنى من المعنيين أن يعالجون هذا الملف، ترى والله عيب 2024 والمواطن دا تنطفي الكهرباء عليه بوقت الأكل. مواطنون بيّنوا أن أوقات إطفاء التيار الكهربائي قد تكون شبه مدروسة، فكل نهاية شهر أو بدايته يتم إطفاء الكهرباء في أوقات معينة، وقد يكون هنالك اتفاق بين مسؤولي الكهرباء وبين أصحاب المولدات مطالبين بوضع حل نهائي لهذه المشكلة. يعني إحنا نتعجب انقطاع الكهرباء قاعد يصادف كل رأس شهر، ما اعرف شنو سبب انقطاع. يعني كل الشهر الكهرباء مستقره والحمد لله، وخاصه في فصل الشتاء، بس اللحظه نهايه الشهر تنقطع الكهرباء. يعني احنا كمواطنين بدينا نشك، اكو اتفاق بين الحكومه المحليه وبين اصحاب المولدات. احنا مشكله الكهرباء مشكله ازليه، الحكومات المتعاقبه يعني من 2003 لحد الان ولا حكومه اجت وسوت لنا مشكله الكهرباء. الكهرباء من سيء الى أسوأ جاي يصير، وسا احنا بسنه 2024 وبعد الكهرباء ينقطع علينا، هاي عود احنا بعدنا بنهايات الشتاء، زين اذا اجى الصيف تموز بهاي الحاله شلون؟ ويرى مراقبون ان الفشل في ملف الطاقه الكهربائيه توارثته الحكومات المتعاقبه حتى وقتنا هذا، وشددوا حول ضروره وضع حل مناسب لانهاء معاناه الناس قبل حلول الصيف. من النجف طاهر العساف، قناه الفلوجه.